بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم مطبخ تن مع الشيف محمد فوزي لمده ساعه على الهواء مباشره ان شاء الله. النهارده عندنا يوم عجاين، يوم عجاين، منها عجاين بتتاكل مع صوصات وحشوات، ومنها عجاين بتتاكل بالحليب او باللبن الرايب او بالشاي الصبح، بتبقى في منتهى الجمال. النهارده عندنا الفاش الصعيدي، النهارده عندنا الفاش الصعيدي، وعندنا عجينه المكرونه هنعمل منها رافيولي ونعمل منها فوتوتشيني ونقدمها مع البولو مع بعض كده، هنشوف هنعمل الكلام ده ازاي. الفاش الصعيدي تراث مصري اصيل زي العش الشمسي. على فكره المطبخ المصري يا جماعه مطبخ غني والله، ومطبخ يعني والله قوي، بس احنا مع الاسف ان احنا نسينا التراث تماما وبدانا نبص لعيوش بره. على فكره العيوش بتاعتنا بتاعت زمان بداوا الغرب حاليا دلوقتي يعملوها بتخمير ذاتي، ويعتمدوا على ان الخميره الذاتيه بتاعت الحاجه تشتغل، وبيطلع عيوش في منتهى الجمال. مع الرغم ان عندهم هناك الجو برد، لكن هم عندهم تكنولوجيا تقدر انها تحافظ على درجه حراره معينه في استوفه في التخمير، يعني بحيث ان التخمير الذاتي يحصل العجين ويعلى معاه. طيب الفايش في الاساس في الصعيد ما بياخدش خميره خالص، لا خميره بلدي ولا خميره فرنكي. هما بيعتمدوا عندهم ان هما لما يكون عندهم عجين عجنينه مثلا، بتخبز ست مثلا ولا حاجه، فتبص تلاقي الاروانه بتاعتها او بتاع الالومنيوم بتاعتها ديت او البلاستيك بيكون فيها قطع من العجين موجوده نشفت، فبتبدأ تاخدها تفركها، تكون خمرانه طبعا، دي تكون خمرانه، تاخدها تفركها كده بشويه دقيق وتاخدها تحتفظ بيها بكيس، وتبقى دي الخميره بتاعتها اللي بتشتغل المره الجايه. تخيلوا بقى كده. طيب احنا النهارده هنعمل فايش، بس هننشطه شويه بشويه خمير صغيرين جدا جدا، علشان في ناس في الوجه البحري وفي ناس في الوجه الابلي وفي ناس في الوسط وسط الدلتا، يعني ما عندهمش الجو المناسب لتخمير العجين، فعشان كده هننشطه، ويستحسن ان احنا ننشطه بخمير بلدي. بقول تاني، في الصعيد بيعتمدوا على تخمير ذاتي، الخبيث من خبزه لخبزه لخبزه، بيكون عندهم اللي احنا بنسميه حته بولش. بولش يعني ناتج العجين اللي فات باين منه حته كده للعجنه الجايه، تعتبر هي دي الخمير من الاخر يعني. مع بعض كده هنشوف النهارده الفايش بتعمل على مراحل، وركزوا معايا كويس جدا جدا. قبل ما اشتغل في اي حاجه بقوم جاي واخد حاجه على النار وادفي الحليب الاول خالص، ادفي الحليب كده، اخد كوبايه حليب او كوبايتين حليب ابدا ادفيهم. ركزوا معايا كويس قوي. وهنا الحليب يا جماعه لازم يكون حليب بلدي، بحليب مزرعه، يعني لازم يكون ريحه الحليب وريحه الخير موجود فيه، لان هو ده اساس الفايش. بنسخن اللبن لدرجه حراره تقريبا 50 60 درجه مئويه قبل الغليان بشويه، ونشوف بقى المقادير عامله ايه. الفايش الصعيدي اساس الخمير، عندنا اساس الخمير اللي هو عباره عن كوبايه حمص كسرناها اهي، وخدنا معاها 2 كوب حليب دافي، 2 كوب حليب دافي، وهناخد الكلام ده كله وهنحطه لمده يوم يوم في قلب المطبخ، يا ريت يكون متغطي في فوطه لو عندك الجو مش سخن قوي زي الصعيد. بعد يوم هنشوفه عامل ازاي. باول حاجه بنسخن الحليب عندنا على درجه حراره تقريبا فوق ال 50 بشويه، 50 60 مهم قبل الغليان، ما بغلوش خالص، انا عايز الخميره، عايز ال 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 البكتيريا النافعه تكون موجوده في قلب الحليب، بحيث تعمل عمليه تخمر للحمص. ناخد الحمص ده، حمص المطبخ اهو اللي هو متقشر ده، بنكسره شويه بالشكل ده كده، بصوا معايا كده، احنا خدنا اول خطوه بس عشان نعملها واحده واحده، نحط الحمص هنا كده، وبعدين اتاكد ان الحليب بدا يسخن، اخد الحليب ده احطه هنا شويه بس الاول كده كده، اقلب عشان بس ياخد، يبدا البرطمان معايا يبدا ان هو كده، واغطي على البطرمان واحفظه فين؟ في المطبخ. بعد يوم
بعد يوم بيكون شكله عامل كده. بصوا كده عامل ازاي من فوق، بقى الطبقه من فوق كانها طبقه زبادي او طبقه ريب اهي. شوف بقت عامله ازاي من فوق اهي. انا شخصيا لو هتسالوني بضربه، باخد ده اضربه في المضرب، بعد كده اضربه في الخلاط عشان اخد الحمص اللي تحت ده اللي انتوا شايفينه ده، اخد اضربه معاه بستخدمه. في ناس بتاخد الكلام ده كله وتصفي تاخد اللي فوق بس، لا انا عايز الحمص لان طعم الحمص هنا جميل. باخد الكلام ده واحطه هنا في قلب الخلاط هنا واضربه، يبقى انا كده خلصت من اول مرحله. كده علشان انا محتاج كل اللي فيه، كل حتى طعم الحمص هيبقى حلو جدا. كده الحمص اللي موجود سواء حمص او سمسم او فول اللي هو من غير قشر اللي هو الفول المجروش، كل التلات حاجات دول بينفعوا كويس جدا جدا ان انا اعمل الكلام ده. وفي ناس كمان بتحط كمان قمح معاهم او تحط شعير، مفيش مشكله خالص. بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل المرحله الثانيه. يبقى كده اول مرحله. طب المرحله الثانيه عباره عن ايه؟ رقم 2 عباره عن عجينه التخمير. عجينه التخمير بجيب كوبايتين دقيق، بديهم ميه سخنه درجه حرارتها تقريبا 50 درجه مئويه او تكون شويه بتغلي اهو، واحط لها شويه ميه بارده عشان مش عايز الغليان ده، مش عايز درجه غليان، علشان اعمل اساس تخمير. كده بقى درجه الحراره عندي تقريبا 40 ل 50. انزل بعجينه التخمير عباره عن ايه؟ عباره عن 2 كوبايات دقيق واديهم ميه واعجنهم دول لمده يوم. يا شيف محمد احنا عند ايوه، بص يا جماعه اللي عايز ياكل حاجه مظبوطه، اللي عايز ياكل حاجه مظبوطه يعملها كده. ادي العجينه اهي، 2 كوب دقيق زائد ميه لمده يوم. لا مالناش باربعه، لا ما جالناش عند 4 كوب دقيق دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم في 2 كوب دقيق زائد ميه لمده يوم. لازم تكون كل مرحله تنزل لوحديها على الشاشه. كده شايف كده يا فتحي؟ ده لازم اسيبه لغايه لما تاني يوم اغطيه، تاني يوم بيخمر بيبقى شكله كده. شايفين ازاي؟ شايف عامل ازاي؟ شكله يا سلام، الله ينور. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت تخمير ذاتي للعجين بعد ما غطيته تاني يوم، وعملت اساس الخمير اللي هو الحمص المضروب او السمسم او الفول مع 2 كوبايه حليب يعني عند درجه 50 60 70 درجه مئويه، وغطى عليهم لغايه لما يخمروا يبقى معايا يعني معايا كده بيعلى ده كده هنا، وبعد كده بيديني طبقه زي اللبن الرايب. بعد كده باخد المرحله الثالثه بقى اللي هو العجين نفسه، بقى عايز اعمل عجينه بتاعه الفايش. بعملها ازاي؟ باخد 4 كوبايات دي ومعلقه كركم ونص معلقه محلب و2 معلقه سكر ونص معلقه ملح ونص كوبايه سمنه بلدي. لازم ايوه والله العظيم سمنه بلدي. واعجن بعد كده بحليب دافي، واعجن بعد كده بحليب دافي. نقول تاني احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي هناخد مكونات الاربعه الكوبايه الدقيقين دول ونحطهم عليهم بقيه المكونات ديت، ونحط عليها العجينه اللي احنا خمرناها لمده يوم، ونحط عندنا الاساس اللي احنا ادينا له، عندنا السمسم او الحمص او عندنا الفول المدشوش اللي حطينا عليه اللبن السخن وتاني يوم خدناه. ناخد بعد كده بقى الكلام ده كله، ادي ال4 كوبايات دي اهم مع بعض، 4 كوبايات دي حطيناهم. بعد كده اديهم هنشط بخميره يا اما معلقه ونص معلقه خميره عاديه، يا اما اديها حته خميره بلدي ما تكون موجوده عندي لو ما عنديش بولش. بعد كده احط الكركم، معلقه كركم، واحط السكر، واحط المحلب. المحلب اهو، بصوا يا جماعه شكله كده بيجي مطحون، هو عباره عن حبوب زي حبوب
حبوب شبه حبوب بالظبط كده الحمص ماشي، بتيجي بتطحن بتبقى كده، بناخده كده ادي المحلب، حط كده اهو ادي المحلب، وبعد كده بنعمل ايه؟ بناخد كل الكلام ده بقى، بص بقى ادي العجينه اللي احنا خمرناها اهي، ناخدها كده اه، ادي العجينه احنا خمرناها معايا كده، هي سايبه الله يفتح عليك يا فتح، خمرت يا فتح، ده كده الخميره اشتغلت فيها اه، ادي العجينه اهي تخمير ذاتي خدناها كده. بعد كده بناخد عندنا ايه؟ بناخد عندنا ننزل كده وناخد عندنا ادي تاني اسف الحمص اللي احنا ضربناه في الخلاط، نحطه عليها كده، شايفين ازاي اهو. بعد كده انزل بالكلام ده كله كده، بتبقى عجينه طريه، عجينه الفايش بتبقى عجينه طريه مش متماسكه. بعد كده بقوم جاي واخد مديها السمنه البلدي، بص كده بتعتمد هنا العجينه يا جماعه على اللت، كانك بتلتي، بتمسكي في المجور بتاعك وطخ طخ 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 تضربي العجينه، تدخلي فيها هواء بتلتيها زي ما بيقولوا كده، بنلتي العجينه ونديها السمنه البلدي اهي معاها، بعد ما خدنا العجينه اديناها بقيه المكونات واديناها السمنه البلدي نص كوبايه سمنه بلدي علشان التست والطعم، ولو احتاجت حليب تاني بنديها حليب دافي، ما احتاجتش بنكتفي على كده. بعد كده بنجيب صينيه عندنا زي دي كده فيها زيت اهو، بدونا بالزيت زي ما انتم شايفين كده، وقوم جايب العجينه اللي انا اديتها ديت اهي، وقوم واخدها شوف بكل بساطه وكل يسر كده، واسيبها تخمر لمده ساعتين ثلاث ساعات، المهم انها تتضاعف مرتين، يعني هتشوفوا حجمها عامل ازاي، تاكدوا انها اتضاعفت معانا مرتين مش مره واحده، يعني عليت معانا تقريبا، هوريكم لغايه فين. هناخد العجينه دي كده اهو، ادي العجينه اهي كده، ننزل بيها، على فكره طعمه تحفه، بتاكلي حاجه بخيال، عشان كده بنقول ان المطبخ المصري الاصيل في حاجات ما بتعملش غير فيه. ناخد الكلام ده كده ونفرده، احط عليه شويه زيت صغيرين جدا من فوق علشان ابط العجينه. العجينه دي لازم تعلى لغايه تقريبا ثلاث ارباع الصينيه، ثلاث ارباع الصينيه، يعني بعد ما بتخمر بتوصل ثلاث ارباع الصينيه، وبعدين ادخلها الفرن تنطر معايا تاني، بيبقى حجمها تقريبا كده، دي طلعت من الفرن اهي، نشوف الارتفاع بقى قد ايه، نفس المقدار ده كنت عامله امبارح اه، بقى ارتفاعها كده بالظبط اهو قدام حضراتكم اهو، بعد ما طلعت من الفرن هناخدها بعد كده ما تبرد، لازم تبرد ولازم اخليها تبرد تماما. تاني يوم بنبدا ان احنا لو عندك عملتها في صاج كبير او في صينيه كبيره، تبدا تقطع الصينيه، نستخدم بقى التكنولوجيا شويه، تبدا تقطع الصينيه لخرط زي كده طويله زي التوست كده، وتفرزيها عندك، ووقت ما تحبي انك انت تاكليه فريش متحمر تطلعي حتتين ثلاثه من الفريزر وتسيبيهم من فوق وتقطعيهم وتحطيهم في قلب صاج، علشان ايه؟ علشان تحمريهم معاكي وتطلعيهم. هنجيب الصاج بتاعنا اهو، يبقى الصينيه ديت لازم اغطيها تخمر تتضاعف مرتين، وبعد كده اقوم جايب مدخلها الفرن، بعد الفرن ببدا اقطعها لو صاج كبير اقطعها قطعه زي كده والفها بالشرنك وافرزها. لو انا هاكله في نفس اليوم او في خلال اسبوع مفيش مشكله خالص، ممكن اخده بعد كده اقطعه واحطه في صاج يتحمر معايا في الفرن، بعد الفرن ما بنخبز فيه بنحط الكلام ده فيه ونقفل عليه، بياخد في حدود نص ساعه بيطلع معانا متحمر، او حضرتك لو مش هتاكليه في خلال اسبوع تقطعيه زي كده وتحفظيه في الفريزر، وقت ما تحب تحتاجي تطلعي منه وتبداي تشتغل. هاخد الكلام ده كله هقطعه عشان نحمره ونوريكم شكله عامل ازاي. اولا ريحته عايز اقول لكم ولا الخيال، يعني حاجه كده بجد يعني في منتهى الجمال، انا شخصيا بحبه جدا جدا، انا شخصيا بحبه جدا اهو. هاخد ده كده من جوه عامل ازاي، حتى هاخده كده ابدا اقطع عشان ابدا ارصه في قلب الصينيه او الصاج،
وادخله الفرن يتحمص معانا علشان نوريه لكم شكله عامل ازاي. ادي التقطيع اهوت، وهرصه وهوريكم انا محمر شويه قبل الهواء شكله عامل ازاي. اخده كده في الصاج راح جدا، وافرده كده اهو في الصاج كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. اخد تاني العجينه هنا زي ما قلنا تعتمد على اللت في الاساس اهو، مش عجينه التوست خالص، ملهاش علاقه بالتوست اطلاقا اهي. وادي كده بندخله الفرن، بعد ما بيطلع من الفرن بيكون شكله عامل كده. عشان نطلع الفاصل بتاعنا ونرجع تاني نوريكم حاجه تانيه بعديه. شكله عامل كده ان شاء الله بعد ما يطلع الفرن، ريحته وطعمه بقول لكم ولا الخيال. طعم كده يرجعك تاني للزمن الاصيل، زمن ايام ما كان المصري بيعتمد على كل حاجه عنده في البيت، ايام ما كان الفلاح ما بينزلش المدينه عشان يجيب عيش، كان بيخبز العيش هو عنده، كان بيربي كل حاجه عنده. فاصل صغير قد كده ونرجع تاني ان شاء الله نستكمل حلقتنا بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين كده الفايش قدام حضراتكم طلعناه بعد ما حمرناه، طلع طبعا لازم يقعد يبرد خالص، نقطعه طرنشات نحمره في الفرن ونبدا ناكله مع اللبن الرايب او مع الحليب السخن او مع الشاي او مع الحليب بس، هو طعمه في منتهى الجمال. في ناس تحبه مع جبنه طعمه حلو جدا برضه. تعالوا مع بعض نشوف عجينه المكرونه هعملها ازاي، نعملها ريفيو ازاي. عجينه المكرونه عباره عن 2 كوبايات دقيق، 3 بيضه، معلقه زيت، زيتون وشويه ملح. ده عجينه المكرونه. مع بعض كده هنشوف هنعمل ازاي الرفيولي منها ونعمل منها عجينه ازاي. الرفيولي بيتعمل من عجينه المكرونه عباره عن كوبايتين دي وثلاثه بيضه، معلقه زيت زيتون، رشه ملح. الحشو بتاعنا عباره عن لحم مفروم معصج، صلصه طماطم بوريه. الصوص عباره عن صلصه طماطم فريش بالريحان والجبنه البرمزان او جبنه الرومي لو مش عندك برمزان. وسجلي واكتبي وتعالي مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. ادي عندك لحم مفروم معصج اهوت، الحشو و صلصة طماطم بوريه وزعتر عندنا كمان. اما اخر حاجة عندنا الصوص عبارة عن صلصة طماطم فريش بالريحان والجبنة. هشوف بنعملها ازاي. تعالوا مع بعض نعجن مع بعض. ادي الكوبايتين دي نحطهم في العجان اهو كده مع بعض كده. ادي الكوبايتين دي في العجان، اديهم بالظبط معلقة زيت ورشة ملح. ادي رشة الملح ومعلقة الزيت زيتون. بعد كده ادي 3 بيضات، لو بيض صغير 3، لو بيض كبير بيضتين. البيض هنا معظمه الفراخ تقريبا اللي من دول ما بتاكلش، فالبيض كله معظمه صغير. هناخد كده بيضتين. لا فراخ ولا بني ادمين. لا يا فتحي انت بصراحه كده شايف اهو. نقلب العجينه، اخد تاني بيضه كمان اهو. العجينه بعد ما تعجن لازم احطها في كيس علشان اقدر افردها ما تقطعش. خلاص كده ابدا اهدي عشان العجينه تلم معايا. انزل العجينه تحت شويه عشان في شويه دي لسه ما جوش فيها اهو، هتجيبهم دلوقتي لوحدها كده. خلاص الم بقى، ابدا اهدي تلم العجينه معايا، ابدا اخدها وابدا عجنها. بصوا يا جماعه اهو بالراحه جدا. دايما انا في العجاين بحب دايما اشتغل اخد الحاجه كده، بحس براحه نفسيه وانا باخدها على ايدي، يعني باخد كده العجينه على ايدي كده بحس براحه نفسيه. غير كده بصراحه ما احسش العجين معايا مظبوط. ادي العجينه اهي، ابدا اخدها كده بالراحه جدا اهو، اخدها كده الم كل الكلام ده في العجينه. ولازم الشرط اساسي علشان ما العجينه ما تقطعش منك انك انت حضرتك تحطيها عندك
في التلاجة لمدة لا تقل عن نص ساعة لساعة. لو عملتها قبلها بيوم ما جراش أي حاجة خالص تبقى العجينة معاك زي الفل. لما نعملها قبلها بيوم يا أم إيمان بنلاقيها سمرت شوية، العجينة سمرت من بره مفيش مشكلة خالص. السلام عليكم. أم إيمان عليكم السلام، أهلا بيكي. إزيك يا شيخ محمد؟ أهلا يا أم إيمان، إزي حضرتك؟ أهلا بيكي يا أست الكل. أهلا أهلا حضرتك. أهلا بيكي يا أم إيمان، أهلا بيكي، اتفضلي. ايه الفايش الجميل اللي حضرتك بتعمله لنا ده؟ الله يخليك، ده من ذوقك والله، ربنا يبارك فيك ما نحرمش منك. اهلا بيك. الله يكرمك، تسلم ايديك على كل حاجه بتعملها. الله يخليك يا ست الكل، ربنا يبارك فيك يا رب، ما نحرمش منك. ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحه يا رب. الله يخليك، ربنا يبارك فيك يا ست الكل. اتفضلي معاك، اكيد في سؤال جميل. الله يكرمك، انا بحب حضرتك في كل الحاجات اللي بتعملها لنا ديت، حاجات جميله والعجائن اللي بتعملها كل حاجه حلوه حضرتك بتعملها لنا وبنستفيد منها. ربنا يبارك فيك يا رب. الله على كل شيء حلو بتعمله لنا وبتعمله الناس كلها بيه. ربنا يبارك فيك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. ميرسي جدا 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 على اتصالك، شكرا جزيلا يا ست الكل، ربنا يبارك فيك يا رب. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بشكرك جدا على اتصالك. بنفردها. طيب عايز اعمل فوتوتشيني، اعملها ازاي؟ من نفس العجينه ديت بجيب سكينه زي دي كده وابدا الف العجينه كده. اه شايفين ازاي؟ اه ابدا اخد العجينه كده اقطعها بس كده، اخدها كده اديها شويه دقيق. اهو بقت عندي عجينه فيتوتشيني فريش، يبقى عندي كده باستا فريش. احنا عندنا شويه اهو قبل الهواء نحطهم عليها. طيب عايز اعمل ريفيولي من نفس العجينه اهو، هقوم جاي واخد دي كده فاردها اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، افردها كده يا ام احمد، واقوم فاردها كده يا ام احمد. ام احمد السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيف؟ انا على فكره بحبك قوي في الله، ويعني عارف بشوفك من زمان قوي. ربنا يبارك فيك. ايام ما كنت مع الشيف حسن. ربنا يبارك فيك يا استاذ. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي، اهلا اهلا بيكي، اهلا بيكي. ربنا يخليك. انا بس عايزه استفسر منك في سؤال بسيط. اتفضلي يا ست الكل معاكي. الفايش لو سمحت، الحمص ده بيتخمر ولا بيتحط يتضرب ويتحط على طول؟ بيتحط مع الحليب على طول. اه يعني ما بنخمرهوش، بنضربه بننعمه وبنحطه مع الحليب وبعدين نحطه. ما نعموش، اكسره يعني تكسير. لو عندك هون حتى لو مش عايز تعمليه في كب هون كده كسريه شويه، حط عليه الحليب فوق درجه حراره 50 درجه مئويه. حاجه تانية؟ لا، ربنا يخليك ويبارك في عمرك. ربنا يبارك فيك، اشكرك جدا. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامه. مع الف سلامه. بنجيب كده يا جماعه فرشه، ونجيب بنجيب فرشه ونجيب بوله صغيره نحط فيها ميه، او دي كده نحط فيها ميه. وهقول لكم ليه الفرشه وليه البوله، هقول لكم ليه. علشان نمسك الكلام ده مع بعضه، ماشي؟ احط دي هنا كده اهو، بصوا لي كده. هاخد الفرشه دي وهدهن دي ميه، وريح نفسي مش هعمل فواصل فيها ميه ولا حاجه. اه ادهن دي كلها ميه كده اه بفرشه، واقوم جاي بمعلقه زي دي كده، واخد الحشو واللحم مفروم معصج في معلقه كلها اهي، اسف، اخد لحم مفروم معصج اهو وابدا احطه هنا. شايفين ازاي كده؟ عايز اكبرك الرفيولي شويه، تكبريه، عايز تخليه ماشي كده اهو بالراحه جدا. بصوا لي كده اهو تاني اهو بالشكل ده. في ناس تجيب طبقة تانية وتحطها فوق، ولا طبقة تانية ولا طبقة تالتة. هنقرب دي شوية كده لبعض شوية كده اهو بالشكل كده، وقوم جاي مطبق دي على دي. بصوا لي ازاي اهو كده، لا طبقة تانية ولا تالتة اهو كده اهو. وقوم جاي عند الفواصل دي عامل كده كده، وقوم جاي مقطع. عشان تخليهم كلهم قد بعض بقى، ده موضوع بتاع حضرتك. تجيب الشوكه زي دي كده اهو، وهبدا هنا على الدقيق، على الدقيق. بصوا يا جماعه اهو
على الدقيق. شايفين ازاي؟ اه، ويكون دقيق تحتها بالشكل ده كده. اه، التانية زيها واقفل كويس قوي. بيكون في ميه سخنة جاهزة، عندك ميه سخنة جاهزة بنفس الشيء كده، وحطها على دي علشان ما تلزقش بالشكل ده. كده واحدة كمان. ميه سخنة بتغلي على النار، لازم يكون فيها شوية ملح، لازم لازم اه، عشان الباستا ما تعجنش. وحط فيها ملح اهو، وقوم جاي واخد كل الرافيولي. انا عامل شويه قبل الهوا بس عاملهم كبار شويه، ممكن اقطعها مدوره على فكره، بقطعها يعني ممكن اعملها كده واعملها مدوره زي دي كده. بصوا يا جماعه اهي، ممكن اعملها كام مدوره زي اقطعها كده اهي، حلو قوي. وقوم جاي بعد كده واخد الكلام ده كله ومنزله في قلب الميه اللي بتغلي، هتنزل تسقط تحت. بصوا كده تسقط تحت في الميه اهي، اول ما تعلى فوق ابدا اخدها احطها فين؟ احطها عندي فين؟ احطها عندي في قلب ميه بارده تانيه علشان ابدا اشتغل، او احطها في الصوص على طول، الاتنين زي بعض. يوم انا كده عملت الكلام ده كله كله كده، همعامل بعد كده حاجه تانيه لذيذه قوي. همعامل الصوص، همعامل الصوص. الصوص عباره عن ايه؟ عباره عن بصلايه اهي، بصلايه هاخدها كده، وقطعه بصل صغيره جدا مش كتير اهو، بالشكل ده. فصلت اه، عشان كده بقول ايه ما طلعتش ليه. بس ادي البصلايه اهي مع الصوص، بصلايه هشي يعني ناعمه كده. رميت البصل الاول عشان الطاسه سخنت، ركزوا معايا كويس جدا في التركات دي، بس الطاسه سخنت، فرميت البصل الاول عشان تمتص درجه حراره الطاسه، وبعد كده احط شويه زيت زيتون، واحط الطماطم الفريش اهي، واحط طماطم بوريه بسيط جدا اهو، اقلب ده كله مع بعضه كده اهو، بقى عندي الصوص اهو. واول ما العجين ده يطلع فوق معايا تاني، ارجع تاني، اول ما العجين ده هي فصلت هنا، اول ما يطلع معايا فوق ابدا انشله، لازم ابدا انشله. ادي الصوص اهو جاهز، صلصه طماطم، واديها كمان ملح وشويه فلفل كده. ملح وفلفل. بعد كده اقوم جاي مقلب كده، ظبطت ملح والفلفل، لازم بقى الريحان اعشاب عطريه، لان اللحمه واخده زعتر والصوص هياخد ريحان هنا اهو. بصوا لي كده، ادي ريحان فريش، اخده هنا كده وبصلنا بقى هنا بقى. بص بقى، اول ما تطلع معايا فوق، بدات تطلع معايا فوق اهي، بدات تطلع معايا فوق. بصوا لي كده، بدات اهي تظهر معايا فوق اهي. اللي تطلع فوق كده معناها ايه؟ معناها العجينه استوت اه اه. هسيبها، لازم تطلع معايا فوق اه، طلعت معايا فوق شايفينها اهي، ابدا اخدها كده. اللحمه مفروم اوريدي معصج معايا بالشكل ده اهو، خلاص كده استوت معايا بنسبه كام؟ بنسبه 100% العجين. ابدا الكلام ده اخده كده. وبعدين انا شخصيا بقى ما احبش اقلبه ابدا مع الصوص، احب اخده كده في طبق زي ده كده، وابدا احطه هنا، واحط عليه الصوص، واحط عليه شويه جبنه ادخله الفرن. طب ما عنديش فرن بقى، يبقى هرصه كده في قلب احطه في قلب الصوص ده شويه يغلي، واغرفه وارش عليه الجبنه وهو سخن. لكن انا شخصيا لو عندك الفرن شغال او عندك ضيوف وكده كام شغال الفرن، ابدا رصيه كده بالشكل ده. طبعا عندي احجام لان عملت الحجم الثاني كان صغير اهو، ابدا اخده كده بالشكل ده اهو، بالشكل ده. هقدمه لك
هقدمه لك بالشكلين يا مدام ليلى عشان ما تزعليش. مدام ليلى السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا مدام ليلى، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا بيك يا ست كل، اهلا اهلا اهلا، ربنا يخليك. بجد الصراحه مش عارفه اقول لك ايه، الفايز بجد زي بتاع السعيد بالظبط. ايه رايك ولو دقتيه كمان؟ الفايز بنفس الطريقه بكل حرف وبكل حاجه عملتها. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك، بشكرك جدا. ربنا يخليك يا شيخ محمد، تسلم ايدك. ولو دقتيه كمان هيعجبك جدا ان شاء الله. ولو كمان دقتيه من عندنا والله العظيم هيعجبك قوي والله، مش مجرد شكل بس، بجد والله. اكيد يا شيخ محمد، حضرتك مدرسه كبيره اكيد. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. اتفضلي، في اكيد في سؤال جميل. والله حضرتك مش مخلي نفسنا في حاجه، يعني حضرتك قلت هعمل الفايش وعملت، وانا استغربت ان حضرتك جبت الفايش بالطريقه الاصليه بتاعته. طب الحمد لله، يا رب دايما. ربنا يخليك يا شيخ محمد. يا رب دايما. ربنا يخليك. اشكرك جدا جدا. مستنيين بقى حلقات العيد ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ميرسي جدا جدا على اتصالك. وفي كمان تليفون معانا يا فتحي. طيب بص يا فتحي، هاخد ده كده عشان بس الناس ما تزعلش، احط ده هنا كمان اهو مع الصوص، عشان في ناس تقول لك اقلبه مع الصوص بالمره يا شيف. اخده كده واقلبه مع الصوص واقدمه برده عادي جدا، الناس تبدا تاكله كده اهو مع الصوص كده، واقدم معاه برده شويه جبنه رومي وبرمزان، اتفضل برمزان طبعا، وهنا اقرنشه على طول بريحان، وادخل ده جوه الفرن، التاني ده ادخله جوه الفرن، ونطلع الفاصل الصغير بتاعنا نقد كده ونرجع تاني عشان الناس تكمل حلقتنا بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، ادي عندنا الفايش المدام، ادي الفايش اهوت يا مدام نازك، وادي عندنا كمان مدام نازك. اهلا بيك يا ست كل. ازيك يا شيف محمد؟ اهلا اهلا مدام نازك، انا من اشد المعجبين بيك وبشكرك على ادبك وذوقك واخلاقك. الله يخليك، ربنا يخليك، ما تحرمش منك ابدا. انت مكسب لاي حته تروحها يا ست كل، ربنا يخليك، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك يا شيف محمد. ميرسي جدا. بس ليه عندك طلب صغير؟ اتفضلي يا ست كل. عينيا. انا بس ما لحقتش الفايش من اوله، ممكن تعيده لي سريع؟ عينيا يا فندم. حاضر. طيب بالتفصيل ان شاء الله. حاضر عينيا. مع السلامه. عينيا يا فندم. حاضر. بص يا فتحي بسرعه كده عشان اعيد الفايش بسرعه، بس انا هنزل دلوقتي على طول بالفراخ. تشيكن البولو او عندنا فوتوتشيني البولو. فوتوتشيني البولو عباره عن ايه؟ البولو بالايطالي يعني دجاج، وعباره عن مكرونه فريش اللي احنا عملناها دلوقتي، وصدور دجاج قطعناها فينجر، وكريمه وحليب وزبده وبصل واعشاب عطريه وملح وفلفل. ادي المقادير قدام حضراتكم يا جماعه، وادي تاني، نقول تاني، مكرونه فوتوتشيني، صدور دجاج فريش طبعا، صدور دجاج، كريمه، حليب، زبده، بصل، اعشاب عطريه، ملح، فلفل، مع بعض كده. انا عشان اختصر الوقت رحت جاي واخد عندي البصل على النار هنا بس عشان يسخن معايا، واديت له معلقه زبده وقوم جاي بسرعه كده حاطط الدجاج، صدور الدجاج اهي. بص يا جماعه بسرعه كده، صدور الدجاج علشان هنا مع البصل بسرعه كده اهو، تلو شايفين ازاي؟ اخدها كده معايا بالراحه جدا اهو، لغايه لما بس تدن معايا شويه، وبعدين بصله مع زبده، قطعه زبده مع صدور دجاج اهو، وهي كده عملت لون معايا. هبدا بسرعه اقول الفايش اتعمل ازاي، واحده واحده، ما تنزلش بمقادير يا فتحي. اول حاجه جبنا نص كوبايه عدس، اسف، حمص طبيخ او فول مدشوش او سمسم، كوبايه كامله سمسم او حمص طبيخ او فول مدشوش، كسرناه شويه. جبنا كوبايتين من الحليب، خلينا درجه حراره 50 60 70 ما يغليش معايا، رحت حاطه على الحبوب ديت في بطرمان، وعنت البطرمان. فين البطرمان بقى؟ جيب لي البطرمان كده، معلش جيب لي البطرمان اللي انا حطيت فيه الحاجه، وعنت البطرمان لمده يوم. بعد كده جبت كوبايتين من الدقيق، وحطيت لهم شويه ميه برده دافيه درجه حرارتها 50 60 ماشي، ورحت مغطيه برده تاني لتاني يوم. تاني يوم هلاقي خليط الحبوب مع الحليب عمل زي اللبن الرايب اهو،
ادي الخليط اهو، تلاقي الحبوب تحت اهي، وده فوق الحليب اهو، هتلاقيه بقى عامل زي اللبن الرايب من فوق، هاخده اضربه تاني في الخلاط، انعم الحبوب ديت، انعمها تاني. بعد كده هيكون الخميره التانيه اللي انا خدتها كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، اديت لهم ميه دافيه وغطيتها لمده يوم، برضو هتلاقيها خمرت معايا. هقوم جاي بعد كده حاطط ده بعد ما ضربته اللي هو الحبوب مع اللبن مع العجينه اللي خمرتها قبلها بيوم مع 4 كوبايات دقيق مع معلقتين سكر مع معلقه كركم مع شويه محلب بتاع نص معلقه محلب مع نص معلقه ملح، ماشي، وحطهم كلهم مع بعض واعجن بحليب دافي لو احتاجت ميه، واخلي الكلام ده يلت، وفي الاخر خلاص اديله نص كوبايه سمنه بلدي، احطه في صينيه زي دي كده، بدات تخمر معايا تلات اعلى معايا حتى عليت اكتر ما كنت حاططها، لغايه لما توصل تقريبا لثلاث ارباع صينيه، ادخلها الفرن، بعد ما ادخلها الفرن تعلى معايا تاني اسويها لمده 30 دقيقه 35 دقيقه، ممكن تاخد 40 دقيقه في الفرن، بعد 40 دقيقه اسيبها تبرد تماما، اقطعها ادخلها تاني الفرن تحمص معايا، تبقى بالشكل النهائي ده. كده هننزل بمقاديرها بقى تاني علشان حضرتك تصوريها او تشوف المقادير اللي انا قلتها ديت مظبوطه ولا لا، وننزل مقادير الفاش تاني. بس بص معايا فتحه كده، عملت ايه؟ خدت الدجاج هديله الحليب يغلي معاه، وهديله الكريمه اهو، وهسيب الاثنين يغلوا مع بعض، واول ما يغلي هتاكد تماما ان الدجاج استوى. الدجاج هنا يا جماعه يتاكل امتى؟ بس حد يسالني، صدور دجاج مجرد انها بس يا شيف تغلي معايا هتستوي؟ صدور الدجاج لو وصلت عندي، لو وصل عندي كل جزء من الصينيه دي او الطاسه دي لو وصلت معايا درجه حراره 75 درجه مئويه، يبقى انا كده ضمنت ان اي ميكروبات موجوده في الدجاج استوت، زائد ان بروتين الدجاج نفسه استوى. هو البروتين بيستوي عند درجه حراره 70، ايوه بروتين اللحمه، بروتين الدجاج بيستوي عند درجه حراره 70 درجه مئويه. هتاكد هنا ان دي بتغلي معانا، بعد ما تغلي معانا كده هنروح حاطين المكرونه نقلبها تقلبتين ونقدمها على طول، بس لازم اخد لها ايه بقى؟ شويه زعتر كده، شويه زعتر فريش عشان اديني تيست كده اهو، واظبط الملح وشويه فلفل كده، لازم الكريمه تغلي يا فتحي، لو الكريمه ما غليتش يا فتحي والكريمه والطبقه دي ما طلعش هزعل منك قوي، ماشي واخد بالك؟ فوتوتشيني الفريدو، الفريدو بتاخد معاها مشروم، بتاخد معاها، انتوا اكيله، انت شيف قديم باين عليك. بصوا بقى يا جماعه كده، باكد تاني الخميره، لو حد متابعنا من الحلقه هنبص كده على هنا هنلاقي، بص عيلت معايا ازاي؟ عيلت معايا ليه؟ لان اوريدي في عندي حاجات حمرانه خمر طبيعي، بس انا نشطت العجين بحته خميره بلدي او شويه خميره جافه، انا نشط شخصيا يعني، انا عملت كده لان الجو عندي مش زي الصعيد، الصعيد بيحطوه في الشمس بره في البيت كلام من ده، غطوه تبص تلاقي الشمس سبحان الله بتخلي الحاجه تفور بسرعه وتبص تتخمر بسرعه، كان انا نشط، واي حد في وجه بحري ممكن ينشط برضو الكلام ده، بسيط مش قوي، لكن هعتمد على التخمير الذاتي بتاع العجين، واعتمد على التخمير الذاتي والتيست الجميل بتاع السمسم او الحمص او الفول اللي هو مجروش. نقلب كده اهو، خلي بال حضراتكم الدجاج من الحاجات الوحيده اللي ما ينفعش تاكلوها نص سوا، يعني ممكن اللحمه تتاكل ميديوم، لكن رير يعني تبقى دمها كده لا، لكن ينفع ميديوم. ميديوم دي معناها ان اللحمه عندي وصلت لدرجه حراره اكتر من 70 درجه مئويه، وبالتالي امنة اكلها، وبالتالي كمان بيكون عندي البروتين فيها استوى. لكن الدجاج يا جماعه من الحاجات اللي تخاف منها عشان السمونيلا، علشان البكتيريا اللي هي فتاكه اللي فيها فعلا يعني بتاذي الانسان بشكل غير عادي. اه طبعا لازم تغلي، بص اهو بدات اهو، بص يا فتحي اه بدات اهو، بص كده اه، مجرد ما تبكبك كده معناها ايه؟
معناها ان الدجاج دوت على الاقل وصل معايا ل 70 درجه مئويه. هديها كده بكبكه بكبكتين كده فتحي بكبكه او اتنين او ثلاثه وهم نازل بمكرونه. المكرونه ما تنزل كمان يا فتحي لازم كمان تغلي. هو يقول لك بقى ماشي. بص كده اول ما المكرونه دي تغلي يا فتحي معايا، المكرونه دي يا جماعه يعني مش هنحط يا شيف هنا ولا شويه دقيق ولا زبده، لا 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 خالص، هو هنا المكرونه هترمي النشا بتاعها. اول ما المكرونه تغلي معانا هنا يا جماعه هبدا اغرف طبق دوت هيبقى عندي فريش. يبقى كده اول حاجه الصوص غلي ماشي مع الدجاج، هيغلي تاني معايا مع المكرونه، يبقى كده ضمنت ان الدجاج عندي استوى بنسبه 100% وده ما فيهوش هزار، الدجاج ما فيهوش هزار. نسيبه بكبك اهو، بص بكبك اهو عندك اهو تمام، وهتاكلوا احلى طبق فوتوتشيني البولو بالمكرونه الفريش ماشي اهو. طبعا ما فيش حد في اي مطعم في اي حته في الدنيا بيحط كميه الفراخ على كميه المكرونه، ده احسن عشان حبايبنا هنا احنا بنعملها كده، ممكن تحط مكرونه اكتر من كده يعني ضعفين كمان وتحط شويه حليب عليها وتطلع معاكي ولا احلى ولا اجمل مكرونه معاكي هي بالهنا والشفا. لازم هي كده المكرونه شيف بتاخد قد ايه على النار بقى الفريش ديت؟ واحنا شيف الاول ممكن نسوي المكرونه الاول ونشيلها بعد كده نحطها على الصوص دوت، او ممكن ادخل احط مكرونه في ميه سخنه بتغلي مع ملح فقط لا غير، تنزل تحت تطلع فوق زي الريفيولي، اول ما تطلع فوق اشيلها على طول وبعدين بعد كده احطها في الصوص. ممكن كده وممكن كده، بس هنا انا شايف الصوص هنا بقى ليها قوام هنا كده اهو، هبدا اخدها كده على طول وابدا اغرفها في الطبق الجميل دوت. علشان نقول لكم يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، نتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم، نلتقي دائما على خير في تلفزيون تن ومطبخ تن مع الشيف محمد فوزي. هنغرف دوت عشان نقول لكم نلاقيكم على خير كده اهو كده اهو، بصوا كده اوه بالصوص كده، متع نظرك يا فتحي، متع نظرك يا ابو المجد دكتور ابو المجد، متع نظرك. حاجه تانية كمان ده استوى كمان معانا اتحمص اهو، مفيش مانع ان هنحطه كمان اهو كده، علشان نحط كمان دي هنا يا فتحي تزين معانا كده الدنيا كده كده. ونقول لكم شكرا جزيلا، نلتقي ان شاء الله بكره في نفس المعدة، عندنا بكرة نوع تاني من العيوش بكرة إن شاء الله، انتظرونا كل يوم في صنف حلو يا صنف عيوش يا صنف حلو صنف عيوش مع الأطباق التانية في نفس المعدة قبل كده بساعة بس، بكرة الساعة 1 مش الساعة 2، قبل كده بساعتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.